وأيضا من السنة أن تقرأ في صلاة الفجر بسورة السجدة ألف لام ميم تنزيل السجدة والإنسان. والسنة يا أخواننا أن تقرأ هاتين السورتين كاملتين. في ناس بيقول لك الإمام ده تقل علينا الليلة. شوف أنت لو دار تتبع السنة هي برضو يا أخواننا ما من السنة إنه الإنسان يلازم قراءة في كل يوم جمعة، لأنه في أئمة الواحد بيلزم نفسه بقراءة السجدة والإنسان في كل يوم جمعة. العلامة ابن باز يقول ليس من السنة المداومة، وكذلك الألباني رحمهم الله تبارك وتعالى. المهم هذه الصور تقرأ يوم الجمعة لمناسبة معينة، لأنه في يوم الجمعة تقوم الساعة، ففيه تذكير بالمعاد بالآخرة. النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من خير أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه أدخل الجنة، وفيه أخرج منها، قال وفيه تقوم الساعة. لما تقرأ هذه الصور تتأملها، ما تقرأ قراية الجرائد، القرآن ما بيقرأ قراية الجرائد، تقرأ قراية التأمل. لما تتأمل هذه الصور بتلقاها كلها فيها آيات اشتملت على ذكر المعاد، القيامة. مثلا في سورة الكهف ووضع الكتاب، كتاب الحساب، بعدين كتب. احنا اي واحد مننا عليه ملكين، رقيب عتيد، اي واحد منهم عنده لقبين رقيب وعتيد. ما رقيب وعتيد، في ناس بيقول لك رقيب البيجاي وعتيد البيجاي، لا، اي واحد منهم يلقب او يسمى برقيب عتيد. رقيب يعني مراقب، ما بخلي حاجه، ايش انت تعمل بكاتبه طوالي. وعتيد يعني معد لذلك، ما عنده شغل تاني، يعني ما في شيء بيشغله. انت هسه لو مسكوك اي شغل بتكون شغال في شغلك، لو جه شمال بتقعد تعاين تشمر، دار تشوف الحاصل شنو، ده انت وانا. لكن هذا عتيد معد، ده شغله. ما يلفظ من قول الا لديه رقيب عتيد. ربنا قال ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. الآن تشوف الكلام ده ما منطقي ذاته، ما نحن عقولنا بسيطة، كيف يعني أنا اللي بعمله في الدنيا كله يكون مكتوب؟ قد تستغرب، لكن هسه في اشياء ممكن تقرب لك الفهم، بس بتقرب لك الفهم. بتلقى الان يقول لك محاضرات الشيخ فلان او مؤلفات الالباني، مؤلفات الالباني دي بتملى لا محل من هنا لهناك، تلقى شارينها لك في فلاش في ذاكره صغيرونه كده، مؤلفات الالباني دي بتقرب لك الفهم. لانه في ناس من الملاح ده اللي بيطعن يقول لك يا اخ معقول يا اخ يوم القيامه يجيبوا لي ده كله مكتوب في كتاب؟ بس ده قدر كيف وذاته، قدر كيف شنو؟ هسه ممكن تجيب مؤلفات ابن تيميه وابن القيم وابن كثير وابن رجب الحنبلي وابن حجر العسقلاني والذهبي، كلها اجيبها لك في ذاكره صغيره كده، شيلها في جيبك وتمشي، مؤلفاتهم في الحياه كلها. فده بقرب لك الفهم كويس. فوضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه. الآيات دي انت لما تقرأ بتذكرك، لأنه نحن في غفلة زي ما ربنا قال. ربنا قال اقترب، لاحظ اقترب، الكلام ده ما بعيد، اقترب للناس حسابهم، والنتيجة شنو؟ وهم في غفلة معرضون. اقترب معنى أقرب، بل ربنا سبحانه وتعالى عبر عنا بصيغة الماضي، وهذا فيه دلالة على التوكيد
ربنا قال أتى أمر الله، هو ما جاء لسه، لكن الله قال أتى أمر الله فلا تستعجلوا. لاحظ أتى أمر الله فلا تستعجلوا، كلمة فلا تستعجلوا بتدلك على إنه ما يوصل لسه، وكلمة أتى وانتهى تدلك على تحقق الوقوع وسرعة الوقوع. أتى أمر الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون. وربنا يقول اقتربت الساعة، اقتربت قربت، اقتربت الساعة وانشق القمر. لاحظ انشقاق القمر دليل على قرب الساعة، هذه معجزات النبي صلى الله عليه وسلم. انشقاق القمر زمان قبل أكثر من 1400 سنة بدري، يعني انشقاق القمر يدل على أن الساعة قربت. عشان كده النبي صلى الله عليه وسلم قال بعثت أنا والساعة كهاتين. لاحظ الأصبعين ديل، السبابة والوسطى، شوف الفرق بيناتهم، يعني دي بين النبي صلى الله عليه وسلم والساعة قربت كده بس، شوف الفرق دي صغيرة كيف. بعد ده كله قال وهم في غفلة معرضون ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم. الله ده ما جوا في القضب، لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم، إلى آخر الآيات من سورة الأنبياء. لاحظ سورة الكهف في آيات دي، لما ترجع سورة السجدة ربنا يقول ولو ترى إذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم. الزول منكس راسه، منكس يعني مدنقر، ما خجلان من السواه، مستحي وما قادر يرفع راسه ويواجه مشكلته سواه براو. ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق وكنتم عن آياته تستكبرون. فيجي المجرم مدنقل، ناكسوا رؤوسهم عند ربهم، طيب بقولوا شنو؟ ربنا أبصرنا، هذا شايفين قدامنا، أبصرنا وسمعنا، لأنه زمان ما كان بيسمعوا، ولأنه السمع هو ما سمع أذان، السمع سمع استجابة. شكد ربنا قال في سورة الأنعام إنما يستجيب الذين يسمعون، اللي بيسمع صح ده اللي بيستجيب، ما كانوا بيستجيبوا. عشان كده قالوا ربنا أبصرنا وسمعنا، سمعنا الآن. ربنا قال إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. صم وبكم، مش ديل الصم معناها اللي ما بيسمعوا، ولا البكم اللي ما بيتكلموا، لا لا لا، الصم البكم الذين لا يعقلون. ولو علم الله فيهم خيرا لأسمعهم ولو أسمعهم لتولوا وهم معرضون. السمع هنا لأنهم ما بيستجيبوا، عشان كده قالوا أبصرنا وسمعنا فرجعنا، بس دارين فرصة، يا الله دارين فرصة نرجع تاني فرجعنا. ليه؟ نعمل صالحا. إنا موقنون، من الآن نحن استيقنا تماما، وتاني ما بنعمل كده. لكن المشكلة وين؟ ربنا سبحانه وتعالى قال وقالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. ده زمان لما كان الفرصة معهم قالوا إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين. شوف الكلمة دي، في ناس قالوا بلسانهم، ده الكفار عديل، قالوا بلسانهم ما نحن بمبعوثين، كويس. وفي ناس طبقوها بعملهم، أي زول ما بيراعي الحلال والحرام ولا بيهتم بكلام الله وكلام الرسول
كويس. ده كأنه عمليا قال إن هي إلا حياتنا الدنيا وما نحن بمبعوثين، لأنه لو كان مستيقن إنه حيبعث ما بيسوي كده، ممكن يعمل حاجات زي دي، يأكل الحرام ويتعدى على حق الله ويتعدى على حق الأنبياء ويفعل في خلق الله ما يفعل. كويس. ربنا قال دي المشكلة هنا، قال ولو ردوا، لو ادوهم فرصة رجعوا تاني، ولو ردوا لعادوا لما نهوا عنه. يقول لك نحن تبنا وتاني ما بنعمل كده، ويا الله بس ادينا فرصة. المولى سبحانه وتعالى قال في سورة فاطر والذين كفروا لهم نار جهنم. شوف لها المشكلة دي كيف جوا في النار، لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها. يعني جوا جهنم دي لا بموتوا يرتاحوا ولا بيلقوا تخفيف من العذاب عشان يرتاحوا، ما قال. وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا ليه نعمل، دارين نعمل، نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل. ربنا قال لهم أولم نعمركم ما عشتوا كثير. نوع بيقول لك لسه مولانا نحن صغار يا أخ، ولما نكبر بعدين نتوب نرجع لله. ما نكبر شوية الواحد يبقى عمك كبير يا زول، انت بتسوي في كده وانت ماشي، وكل ما تكبر بتسوي في زيادة. ها ربنا قال أولم نعمركم ما يتذكر فيه من تذكر، أديناكم عمر الدار يتوب ممكن يتوب فيه، وجاءكم النذير. النذير ده الشاب، الشاب ده نذير. كان شيب ده عمل حسابك. وجاءكم النذير فذوقوا فما للظالمين من نصير. عشان كده يا اخواننا الايات دي زول بيقراها وبيتاملها يوم الجمعه ده يبقى له تذكره وموعظه. قربت الشغلانه ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ولو ترى اذ المجرمون، لاحظ برضو المجرمين، اذ المجرمون ناكسوا رؤوسهم عند ربهم ربنا أبصرنا وسمعنا فرجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. بس رجعنا يا الله. لكن المشكلة إنه امتحان الدنيا ما زي امتحان الآخرة. امتحان الدنيا ما مكشوف، تلقاه ساعة عامل لك امتحان في المدرسة ولا الجامعة انت ما بتعرف جايب لك شنو، تكون خاشي قريت وجهزت وكده اللي بيمتحنوك في شنو انت ما عارفه. لكن امتحان الآخرة بالعكس، انت بيمتحنوك في شنو عارف، عارف بيمتحنوك في شنو. لكن امتحان الدنيا فيه تعويض، لكن امتحان الاخره ما فيه تعويض. ما في طريقه ثانيه تقول لا لا دي الفرصه الاولى ودونا الفرصه الثانيه، فرصه ثانيه ما في ثانيه، لا ملاحق لا بدايل ولا شيء. اخرنا الى اجل قريب نجب دعوتك ونتبع الرسل، ما في طريقه. حتى إذا جاء أحدهم الموت قال ربي ارجعون لعلي، وزعته ما متأكد، لعلي أعمل صالحا فيما تركت. ربنا قال كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. آخر سورة أنت بتقرأ سورة السيدة والإنسان، سورة السيدة قريتها، سورة الإنسان نفس الكلام. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا، إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا، إنا أعتدنا للكافرين سلاسلا. دي بربطون بها يا أخواننا، أنتم عارفين المشكلة إنه عذاب جهنم ده ما نوع واحد، يعني هسه كان نوع واحد الكافر ممكن يهيئ نفسه يعمل فيها قوي، يعني يحاول يتفادى النوع ده وما بيقدر طبعا. لكن المشكله ما نوع واحد،
لاحظ قال إنا أعتدنا للكافرين سلاسل بربطون بها سلسلة. وبعض المفسرين ذكر كلام ابن عباس قال السلسلة دي سلكة لوحدة بيدخلوها بأدبارهم وتمرق بأفواههم ودخلوهم ورا بعض قال فينظمون نظم الجراد ورا بعض دخلوهم في السلكة كده ودخلوهم في جهنم. بالله الكلام ده تسع لما تسمع سايت لما تتغزز وتكش يا ناس جهنم دي اللي بيقدر على امنه أسي أبو لهب ده ما تورط والله ده تورط ورطة وقاعد جواه يمرق ذاته مرق ذاته ماف. بالله شوف المشكلة دي كيف ها قال سلاسل وأغلال فوق إذ الأغلال في أعناقهم فوق والسلاسل يسحبون بجروم